عشو جاهزة؟ لك عشو أعصابك كيف؟ مرحبا يا جماعة، كيفكن؟ واحد واحد. طبعا اليوم في عندي شيء كتير كتير حلو عم بعمله. اليوم رح فاجأة لتالين، مفاجأة من زمان كتير ما فاجأتها، مفاجآت حلوة. فاليوم رح فاجأة بسيارة أحلامها. طبعا نحن السيارة رحنا شفناها أنا وياها من فترة وعجبتها كتير كتير، بس انه ايه ولا وكذا. بالاخير انهيت لها الموضوع انا انه لا لونا يعني ما خرجوا مستحيل وكذا وهيك، وانه منأجلها هلا، خلينا استسنة زمان. هلا انا يعني رتبت الامور طبعا مع الوكالة وهيك، ورايح اليوم استلم السيارة الجديدة. اليوم هلا رايح استلم السيارة الجديدة. تفرجوا وخلوكم معي وشوفوا شو راح يصير بتالين. هلا انا على فكرة يعني متفاجئ اكثر من تالين يعني، ومبسوط اكثر من اللحظة اللي راح تكون فيها تالين مبسوطة. يعني نحن من جد من وقت ما اخذنا هي السيارة انه اخذناها مستعملة يعني من حدا، فانه من وقتها انه حابين نشتري سيارة جديدة وهيك. بس كونه كنا مبلشين يعني حياة جديدة باوروبا وهيك، فالامور ترتيبات انك انت دغري تفوت فوتة يعني بدها شوية وقت. فانا لعبت على هالقصة مع تالي انه نحن تقريبا صرنا سنة وخمس شهور تقريبا بالنمسا، فشارين سيارة مستعملة نحن اللي هي هاي اللي معي. اوكي، رحنا شفنا سيارة جديدة كتير عجبتنا، رح تشوفوها عن جد سيارة كتير كتير حلوة. هلا بشوفوها معي. اوكي، وحبيتها كتير كتير تالين، فحطيتها براسي انا، قلت لها انه اوكي ماشي كويسة كذا. وصرنا اسبوع او عشرة ايام تقريبا عم نتناقش بموضوع السيارة، انا وتالين عم نتناقش وعم حاول هيك يعني جننها انه لا ما بدنا اياها. وهلا ما خرج يا تالين يعني من حيث كتير شغلات انه ما خرج، اسا بكير علينا بكير يعني، عرفتوا؟ وبنفس الوقت انا كنت عم روح على الوكالة وعم رتب امور السيارة معهم، واليوم انا رايح استلمها. يا جماعة وصلت على الوكالة، انا وكالة نيسان. طبعا السيارة رح تكون من نيسان. انا هلأ هون قدامه. طبعا هون انا هلأ بنيسان ناطر يسلموني السيارة. هون عم نخلص الوراق كلياتها. كتير كتير متحمس، وطبعا يعني نشكر الله انه بفترة تعتبر وجيزة يعني قليلة انه قدرنا ناخذ هالسيارة، وان شاء الله هيك في مفاجآت تانية لقدام ان شاء الله. هلأ خلصت انا، بس بدي اخذ اغراضي من السيارة القديمة رح اتركها هون، ويا رب. هاي الاغراض وكل شيء خالص. حاليا بالسيارة الجديدة، طبعا وراي اغراضي ودواليب وهدول، لانه هون بالنمسا منغير بين دواليب الشتوي والصيفي. فهلا انا طالع من المعرض، خلصت وعلى البيت لرتب الامور لتالين. طبعا وصلت على البيت، هلا صفيت السيارة تحت البيت، بدي ارتب الوضع وبعدين نزل تالين، انه على اساس نازلين مشوار او اي شيء نشوف شو بدي يطلع معه. نزلت الدواليب الاربعة الاحتياط وحطيتهم بمدخل البناية، لاني ما خرج طلعهم على البيت، لانه بس شافتهم رح تعرف مكتوب عليهم نيسان، لان وهي عارفة انه نحن السيارة اللي شفناها نيسان، فرح خليهم بمدخل البناية وبعدين نزلت عليهم. شوف ازاي اول شي رح بلش بهدول.
مرقت جارتنا بشكلها تفاجئت شو عم بعمل. هون شايفيني من بعيد شوي عم تشوفوا شو عم بيصير بالسيارة كمان. يعني هو يخشى انه يفقع شي بالون بوشي انا بالسيارة. طبعا رح ورجيكم شو صار. هلا هيك الوضع جنبي. السوارة طبعا ننعبيه. طبعا في قصة مفاجأة كبيرة لجورجيو. جورجيو لسه كمان ما بيعرف شيء. كمان جارتنا الثانية مرقت وقالت شو هالمجنون شو عم يعمل بالسيارة. خلص الكيس الثاني. يعني انا صار انفخت معي كيس ثالث. طولوا بالكم انتو. 25 صار انفخت 50 بالون يا جماعة. شوفولي شوفولي ورا ورا شو صار. وهلأ هون جنبي. يعني عن جد عن جد عملت شي خنقني. باقي 4 بوالين وبخلص. يا يا ورد تعبى تماما. هلا خلصتهم كلهم رح ننتقل للخطوة الثانية. هلا رح اقدم السيارة شوي لقدام ورح حط ستاند الكاميرا برا وتشوفوا شو رح اعمل كمان. انا خلصت بس رح احط كم بالون برا. ليكي ليكي انتي لابسه؟ لا بس ما جد. طيب ضروري جدا جدا تنزلي هلا. انا ناطرك وكثير مستعجلين بدنا نروح على ام تتسي هلا هلا. سجل هون. تمام تمام تمام. الو اي شو نزلتي؟ لا بدي بس خمس دقايق شبك كلها قبل ما تعجل بس شوي. طيب يلا عجلي. انت صرت تحت؟ انا تحت. ايه يعني مشان ما صف انا. يلا يمكن ايه نزلتي؟ صفيت لانه العالم بدها تطلع ما خلوني ضل بنص الطريق. مرحبا. تعال شوف. تعال 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 حياتي. نعم. كيفك هلا؟ جاي اقتل. بهاللحظة شعره طول شعره. كيفك جاي تقاتليني؟ ايه طول بالي ما بيلبق لها شيء ما بيلبق لها. ليه؟ كيف اعصابك؟ منيحة. تمام. كله طيب. وشوفي. طيب تعال نغمض عيونك ونمشي. اوكي ليه ما اعصاب؟ لا ما في شيء. ما في اذى والله ما في اذى. مشي معي شوي. والله ما بعرف اعصابك كيف. اهم شيء ليك اذا عم تمشي مقلب بدي اقلب. والله ما في مقلب. والله بدي اقلب. ايه امشي بس امشي شوي لقدام. طيب اوه الضو ساطع برا. ليه طيب بس فجأة صار في درجة. ايه لا انا بقول لك اطلعي على الدرج. يلا امشي 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 امشي. لؤي ما بامن فيه. والله ما في شيء. امشي اطلعي على الدرج. شفت اطلعي على الدرج بعد ما في. لا ما في شيء. اطلعي اطلعي انا طب من ورا. اطلعي على الدرج. ايوه سكري. لؤي خربت لي الميك اب كله. لونا بيتي. لؤي خربت لي الميك اب كله. اجا اليكس اجا اليكس عم يضحك عليكي. خلص راح. لؤي في عواميد اذا ضربت فيه. والله انا ماجيين جاهزه. عشو؟ جاهزة؟ لك عشو؟ أعصابك كيف؟ لك شوفي يلا. أعصابك كيف؟ منيحة. يلا ما فيشي ما فيشي بس نطلع بالسيارة. بدنا نطلع بالسيارة. كذاب. بدنا نطلع بالسيارة. شو رأيك؟
ما احساس مو هلا مو هلا ما ادري شو بشرفك كيف؟ حبيتك؟ نوعي شو رأيك؟ تفضلي تفضلي جوا هسا او ماي جاد او ماي جاد نوعي نوعي راح ابكي والله راح ابكي لك ايه يابا حلوة لك كثير جوك لأم اللون او ماي جاد او ماي جاد لونا طقبة لون بوشي طقة بالسيارة رعبني لك انا حلمي هيك يعني انه زبطت يعني هو اخيرا زبطت يعني لك عم برجع صار لي زمان ما عملت لنا مفاجاه هيك كبيره لام اللون بس انه هي مفاجاه عمر شو المفاجاه المناسبه نحن انا قلت لهم نحن كنا عم نشوف سياره لك والله عم برجع بس انه انا حاولت الغي الموضوع قدر الامكان لحتى نوصل لهاللحظه هيدي واستفزني انه هلا مو وقتها والسنه الجاي بنجيبها وهيك وقول له خلص يلا بعد ما نشتغل على حالنا مبروك حياتي انا عم اقول يا هلا نازله انا قاتلك والله نازله قاتلك وينك وينك يلا نزلي طيب يعني انا متحمس لهيك متحمس لهيك جلطتني قلت شبه بس بدي البس مع شاشه مثل ما بتحبي واخيرا اول سياره بحياتنا بتصير مثل عزوقي 100% اول مره نشكر الله عن جد يعني انا ما بعرف شو بدي اقول كثير ملبكه والله لو حاطت كاميرتين والستاند انا ما حسيت انه منزل لاني نحن صورنا الانترو يعني الستاند والكاميرات وكل شيء بالسياره بقيانين فانا ماني حاسه والله ولا على شيء نحن امبارح اول امبارح صورنا الانترو يعني فعليا ف انت متخيله قديش انا ملبوك هاليومين كنت إيه؟ وروح من محل لمحل ارقد من محل لمحل بدي اعمل هيك بدي اسوي هيك وين قمت وين السياره القديمه خلص ودعيها مصفوفه هنيك هلا جوجي لا ما بيعرف هسه المفاجاه لجوجي اوكي لقلكم هالشيء انه انا هي القصص يعني ممكن تشوفها بس بالانستا والفيسبوك هلا كلياتنا بنشوفها بالانستا يعني نحن دائما على فكره يعني لا كل الافكار بنتعلمهم من الانستا والفيسبوك عرفتوا بس انه يعني الافكار هيدا كلياتها بس انه عرفت المهم المجهود ليك انا بصراحه انا ما تخيلت انت بدك تشوفي انت تعملها يعني بدك تشوف البالون اللي فقع بوشي فقع بالون ما طبيعي بتقول عم ينتقم مني ياي يعني هلا صار فينا بس نحط هون هون الكاميرا وهيك بيطلع شكل حلو يعني انت كثير عم تعملي مفاجآت وحياة الله انا ما بعرف شو بدي اعمل له هون مش بالبلد يعني شوي صعب انك انت تروح وتعمل واللغة وهيك انا عملت لك مفاجأة سيارة ومفاجأة الدبدوب وشو هلا شو بتعمل لك انا ما في مشكلة هلا رح فكر انا بمفاجأة تفاجئيني فيها ما بعرف شو عن جد ايه يعني انا بالنسبة لك احلى مفاجأة شو؟ انا بالنسبة لك احلى مفاجأة شو؟ انا روحي نفخت 75 بالون بدك تنفخي تعال عم تحملني مني فيهم اوكي يا جماعه انا كثير 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 مبسوطه اوكي طالما بدك تحافظي على نظافه السياره اذا سمحتي شو لكم انه عم بيحكي هو اكثر من كركبه لا انا الباجاج ما شفته دقيقه الباجاج ما شفته بس تعال تعال نشوف الباجاج سوا انا واثقه واحد اثنين هذا مؤقتا بس مؤقتا بس تفرجوا تفرجوا مين اللي مكركب السيارة ما إلها ما إلك مساعة هيك بتعمل لك هي دولة مؤقتا بس مو شفت مين اللي مكركب يا مكركب إيه خلص وانت مرتبة يا جماعة كل شوي تعليم تفتح بها البواب وبتهر البوالين هيك على الأرض ولو أي بدي يلمه لكن بشكل البوالين عم تلم غبرة تفضلي شو صوريني أنا وعم لم تفضل لك ايه طيب انه كيف بدي اقعد انا اذا انت حط كل الموالين هون لو اي اذا هلا طق واحد بصير معي ابو صفار ابو صفار انا زرقيت ما ابو صفار زرقيت طق في واحد براس هيك هالقدو كيف هالقدو انت اكبر واحد هو هالقدو هدي جربي طقي انا من بالون ما حد بخاف كيف كل هدول بيحضني هلا ليكم اوكي شكرا ياي بدي اتصور صوره تصوري اوكي رح ابكي شوي تاني والله رح ابكي شوي تاني والله لك 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 لو اي اذا طق بالون انا شو بعمل شنطايتي يا الله بدي اقعد لو اي موبايلي ما بقى مبين
اوكي يا جماعة، فيديو اليوم خلص. خلص ان شاء الله يا رب كل فيديو يكون هيك كتير حلو، ولو اي عمل فيه مفاجأة بمناسبة حياتي بلا مفاجأة هيك، يعني انه عرفتي يعني ما بره تعملي مفاجأة. ناطر هلا، هذا ناطر ناطر. شو ناطر بس؟ حياتي يعني على الاقل تفاجئيني بطيارة. انا برايي، انا برايي يعني انا رجع البيت نفس الموضوع. اوكي عن جد اليوم من اجمل واحلى الفيديوهات لهلا، هلا لو رجعت لاعرف احكي يعني عن جد مصدومه مصدومه بجد ومش منطق يعني. اوكي حبيبي عن جد ميرسي كثير، ان شاء الله يا رب عن جد كل فيديو هيك يعني، مو كل فيديو بس كل كم يوم يعني تعمل هيك مفاجاه حلوه كثير انبسطت هيك بهالشكل. هلا حياتي مفاجات جاي رح تكون، جبت لك نص كيلو برتقان، فاجأتك بكيلو موز، فاجأتك بتحبي البطاطا المقلية مثلا، فروج بروسلي. اوكي اوكي انا بعمل لك هيك مفاجأة. مو انت ناطر من المفاجآت، خلص بجيب لك نص كيلو فروج وخلصنا. اوكي يا جماعة اليوم كثير انا ما بلشت فيديو اليوم، ما بعرف كيف عم بنهي فيديو، ما كان خاطر على بالي اول الا فيديو، بس عن جد كثير مبسوطة من قلبي، وان شاء الله يا رب تكونوا انتم كمان انبسطتوا معنا وهيك يعني عرفتوا كيف يعني. ان شاء الله يا رب قريبا نعمل فيديو، نعمل مفاجأة كثير حلوة للؤي. وعد خلص عن جد رح اعمل لك مفاجأة بعيد ميلادك، مو الجاي الولد اللي بعده بعده اكيد 100%. ان الله خلانا من الطيبين يعني بما معناه عرفتوا. اوكي جماعة عن جد فيديو اليوم خلص، رح نقلكم انه جورجيو ابدا ما بيعرف بالموضوع، ما بيعرف شيء. هلا جورجيو نحن حاطينه بجو انه نحن بدنا نبيع السياره، ونحن رح نضل بلا سياره. يعني انا كنت مفكره انه عن جد رح نشتري سياره يعني، عندي فكرة. بس لو اي حطم لي معنوياتي وقال لي ما بتزبط ابدا هلا، وكثير شوي ممكن شوي كثير صعبه. نحن خلينا هلا نعمل فيديو ايه؟ بعد هذا الفيديو ايه؟ انه انا اجيت ايه؟ بايع السياره وبقينا بلا سيارة. هي هي انه انا بعت السيارة تمام، جاني سعر فيها حكوني، رحت بعتها واجيت على البيت. هلا نحن انا ما معي سيارة ومنكمل مع جورجيو بهالشكل هذا. او ماي جاد، انطروا مقلب شلالان بجورجيو، وبنفس الوقت رح نفرجيه انه نفاجئه بالسيارة الجديدة. اوكي يا جماعة رح نقلكم بنحبكم كتير كتير كتير، روحوا شوفونا على حساباتنا على الانستغرام، لاني رح ننزل صور كتير حلوين. اخذت 500,000 صورة يعني نتعرفوا 500,000. صورني هون صورني هون صورني هون. اوكي بنحبكم كتير، ما تنسوا تشتركوا بالقناة انتو سعد، وباي باي.